اسمحوا لي بداية بالتقدم بخالص التقدير لنظرتكم ورؤيتكم نحو مسايرة السياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى بناء الإنسان، وهو ما ظهر في عنوان المؤتمر العلمي الدولي السادس لكليتكم الموقرة والتعليم النوعي بما يتضمنه من تخصصات في مجالات التربية الفنية والتربية الموسيقية والإعلام التربوي والعلوم التربوية والنفسية، يعد أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان. ولذا نأمل لمؤتمركم أن يضع مجموعة من التوصيات والمقترحات للمعنيين والمهتمين بالتخطيط للسياسة التعليمية تكون بمثابة مرشدا في هذا المجال. وفقكم الله وشدد خطاكم نحو مزيد من التقدم من أجل مصرنا الحبيبة والأمة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.